تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي اعلنت الحكومه انه سيتم احاله قوانين حزمه الحوافز وزيادة الجديده المقرره للعاملين بالدوله واصحاب المعاشات الى مجلس النواب فورا انعقاده اكتوبر المقبل اوضحت الحكومه انه سيكون استحقاق هذه الحزمه اعتبارا من الاول من اكتوبر مؤكده ان حزمه الحمايه الاجتماعيه الجديده تبلغ تكلفتها تقديريه سنويا نحو 60 مليار جنيه ليشهد العماني الاخيران اربع زيادات للاجور والمعاشات منذ ابريل 2022. اهتمام كبير توليه الدوله بقياده الرئيس السيسي للعمل الدائم لصالح المواطن وتوفير حياه كريمه لكافه المواطنين من خلال تحسين جوده الحياه والخدمات المقدمه لهم. ردود أفعال واسعة وإشادات كثيرة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. قرارات الرئيس السيسي جاءت بمثابة رسائل فرح للمصريين من بينها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. والهيئات الاقتصاديه وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام وزياده الحد الادنى الاجمالي للدخل لدرجه السادسه وكذلك رفع حد الاعفاء الضريبي بالاضافه الى زياده الفئات الماليه الممنوحه للمستفيدين من تكافل وكرامه هذه القرارات تعكس تقدير الرئيس السيسي للدور الذي قام به المواطن البسيط في تحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضاعفت بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية من جهتهم ثمن المواطنون القرارات العديدة للقيادة السياسية والتي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة صعيد مصر الذي عانى من التهميش على مدار عقود، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المتاحة، وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل، وهكذا هكذا تؤكد القياده السياسيه دائما ان الدوله لم ولن تدخر جهدا في سبيل دعم المواطن بكافه الطرق والاجراءات